توا سامحني توا احنا قالت باش ننتخبوا ناس يظهر لي ننتخبوهم يظهر لي على 10 ايام هذا اللي انتخبناهم هذوما الاخرانيين ونهار 8 باش تبلغنا اون برانسيب باش تبعثوا لنا انتم المجلس النواب الشعب باش تبعثوا لنا نهار 8 شكونهم الثلاثه المعنيين بالانتخاب بالمغادره بالانتخاب ويظهر لي على مفاهيم انا شويه قانون من حضرتك سيادتك لا لا انت وسي نبيل بافور ايش بيه وسيلان بوحوش انا نقول هذه حاجه ثاني حاجه شنو ننتخب واحد 10 ايام وبعد 10 ايام نقول له لا بدلتك فين باش نقول لك مشاكل عاد برؤيه اخرى راه في الهيئه ايش بيه سامحني معنا رؤيه احنا كمسنا بشعب واللي عبرنا عليها الرؤيه تعرف كيفاش في التصويت اللي صار والخلافات اللي صارت في التصويت هاك المشكل فين؟ هانو فين يظهر المشكل؟ في الاخر ان ليميتيس كما كان يقول سيسيرون في اخر القانون الروماني في يوسف في الاخر فين يظهر؟